طيب عايزين بقى نتكلم معاكم عن فكره ان النادي الاهلي كما هي عادته بيكون اليوم فيه مختلف دايما وليه طعم تاني، وخصوصا في شهر رمضان. احنا سالنا عينه عشوائيه من اعضاء النادي الاهلي، يومك الرمضاني جوه النادي الاهلي عامل ازاي؟ هنشوف مع حضراتكم الاجابات ثم فاصل ونرجع لكم مره تانيه كمان عشان نستقبل ضيف حلقه النهارده. اتفضل. يومنا في النادي الاهلي في رمضان طبعا اكيد بيبقى الطقوس مختلفه، الجو بيبقى لطيف قوي، تجمعات الاسره والصحاب بتبقى الموضوع مميز شويه هنا في النادي. يعني جبنا كده احنا واصحابنا والاسره، جبنا عملنا ديش بارتي كده، كل واحد جاب صنف، او ساعات كمان هنا مطاعم النادي جربنا برضو ايام تانية. بنيجي بنتجمع مع بعض وبيبقى يوم لطيف. بدانا يعني النهارده من الفطار وهنقعد هنا لغايه بالليل، وبعد كده ان شاء الله هنروح كده على السحور. احنا يومنا في النادي الاهلي بيبتدي ان احنا بنيجي بعد العصر كده، نقعد نصلي العصر ونقضي الاجواء الدينيه الجميله مع والدتي وزوجاتنا واولادنا واخواتنا واصحابنا. النهارده عملنا كده وحسينا بالعيله، احنا دايما بنحس بالعيله جوه النادي الاهلي يعني، وما زلنا مكملين بعد الفطار برضو تمارين تانية مع الولاد وقاعدين مع اصحابنا، ولا يعني كل حاجه حلوه هنا النهارده وبسطنا جدا جدا. الاجواء الرمضانيه ما شاء الله في اكتر من مطاعم، اكتر من مطعم مفتوح، في وجبات كويسة والأسعار تعتبر معقولة جدا، وبعدين في عرض على الشاشة بالإضافة لبعض الأنشطة اللي الناس بتعملها. فبنقعد قاعدة ظريفة بنتفرج مع البرامج اللي بيقدمها بتعرض على شاشة التلفزيون بتاعت النادي، بنقضي وقت ظريف في النادي، وفي الوقت نفسه بنتمتع بوقتنا. استحفاوة في حس الترابط ما بيننا وما بين الأصدقاء والإخوة، وأنا وولادي كمان بجمعهم بنصلي في العشاء والتراويح، بتبقى فيها مروح من البهجة، بحس إن هو يوم عيد. بعد الصلاة بنبدأ نقعد مثلا نشرب قهوتنا، الشاي، العصاير بتاعتنا الرمضانية قدام التلفزيون، شاشة العرض الكبيرة الجميلة دي بس. والأجواء هنا تحفة يعني، أجواء رمضانية وزينة ومحسسنا بحاجة روحانية جامدة جدا. باجي كده على الساعة 4:30 5، بجيب طبعا بنفطر هنا، أول حاجة بعملها بمشي في التراك شوية، وبعدين نيجي أدام بيأدن بناخد بنفطر. بحاول أعمل حاجة قبل الفطار كده، ممكن أمشي في التراك، ممكن أدخل الجيم. بعد الفطار بنقعد مع قرايبنا مع اصحابنا، الناس لطيفه كلها جدا معانا، حتى الناس ما نعرفهمش بنلاقيهم بيتكلموا معانا ويدخلوا معانا في الكلام، ممكن نتفرج على مسلسلات مع بعض، برنامج رامز مثلا كده يعني.